نادية أرسلان اتولدت في حلب من أب لبناني وأم سورية، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان، واتجوزت مرتين. الأولى كانت من الفنان محمد العربي لكنهم انفصلوا، والمرة التانية اتجوزت من الدكتور إيهاب عبد المعبود، وأنجبت بنتها الوحيدة ليلى. وقالت ليلى إن والدتها كانت عايزة تتفرغ ليها وللعبادة، فاعتزلت ولبست الحجاب زي ما احنا شايفين في الصورة ديت. نادية أرسلان كانت توفيت في عام 2008 عن عمر يناهز 59 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. محمد العربي بعد انفصاله عن نادية أرسلان اتجوز هناء وادي ثروت. بعد تقدم السن صورته. هناء ثروت شقيقها هو الفنان بهاء ثروت، كتير معرفوش المعلومة دي. وكانت اتجوزت محمد العربي وخلفت منه إيمان وتوران وغفران. وادي بعد كده اتحجبت. محمد العربي الآن طبعا شكله اتغير كتير، وده وجدي العربي أخوه، وكان خاطب إلهام شاهين لكن ما كملتش الجواز.